السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول إلى الوحدة المطلوبة، 0.25 كيلومترا تساوي كم من دكامتر؟ ثم أحول إلى سنتيمتر ثم إلى المتر. إذا أضع 0.25 في جدول تحويلات أو جدول الأطوال. إذا هذا الجدول يسمى جدول الأطوال أو جدول المسافات. الكيلومتر، الهكتومتر، الديكامتر، المتر، الديسيمتر، السنتيمتر، المليمتر. إذا هذا هو جدول الأطوال. أضع الطول أو المسافة التالية في الجدول. إذا هذا العدد 0.25 هو عدد عشري، هذا عدد عشري لأن فيه جزء صحيح هو صفر، وفيه جزء عشري اللي هو 25، يعني فيه عشرين وخمسة أجزاء مئة. على كل حال، بالنسبة للفاصلة دائما أنطلق من الوحدات، يعني رقم الوحدات هو صفر. هنا أضع الوحدات في الكيلومتر، السهم ينطلق من الوحدات. إذا صفر في الكيلومتر، يعني الصفر أضعه في الكيلومتر، 2.5. الآن 0.25 كيلومتر في جدول أصبحت عندها عدة قراءات، أصبحت مثلا هي 25 ديكامتر وهو المطلوب هنا. إذا 25 ديكامتر، 25 ديكامتر، إذا الجواب 25 ديكامتر. ثم الآن نحول إلى السنتيمتر. 25 ديكامتر تساوي 250 مترا، وطلب منا ذلك، طلب منا التحويل إلى المتر. إذا 250 مترا، ونكتب 250 مترا، هنا 250 مترا. إذا 250 مترا. الآن نحن لا نريد الديسيمتر، بل نريد السنتيمتر، فهذا العدد هو 25,000 سنتيمتر. إذا ونكتب 25,000 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.